اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظهرت اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام. اللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسائل الواتساب، واني ما ناسي وعدت البارحه اللي دزلنا رسائل اقرا لهم اياها اليوم بالحلقه ان شاء الله، لكن انتظروني شويه نكمل الحلقه واقرا لكم اياها تدللون. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف الذكرى الرابعة لثورة تشرين، واللي كانت وما زالت حاضرة بقلوب العراقيين من أجل التغيير ومن أجل إرجاع الحق لكل ذي حق، ومن أجل إعادة خارطة العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى المسار الصحيح اللي انحرفت عنا من سنة 2003 لحد هاي اللحظة. نبدأ من بغداد. توافدوا مئات المواطنين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد من أجل المشاركة بإحياء الذكرى الرابعة لثورة تشرين اللي كانت قد انطلقت سنة 2019 ضد النظام السياسي والأحزاب الحاكمة، واللي طالبت بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية وإنهاء الفساد في العراق. خلونا نشوف التجمع اليوم بساحة التحرير. السلام عليكم، السنة الرابعة على استمرار ثورة تشرين العظيمة الآن من ساحة التحرير. وين الجبناء عمان إيران وأمريكا اللي يقولون ثورة تشرين انتهت؟ ثورة تشرين مستمرة إن شاء الله. روح بالوجه، روح جيبها، روح. تعرفون شنو الحلو بثورة تشرين؟ اكو بيها شيء جميل جدا، انه رفعت راية واحدة بس، راية العراق اللي رفرفت عالي فوق رؤوس العراقيين. اما ذني الرايات البيض فذني بها رموز ثورة تشرين اللي سقطوا شهداء خلال السنوات اللي مضت. هذا التجمع اللي شفتوه امامكم اليوم اللي تحدوا بيه وقالوا وينهم اللي يقولون انه ثورة تشرين انتهت، لا ثورة تشرين ما منتهية. هذا التجمع طلعوا بنهايته ببيان طالبوا به السلطات ان تكشف عن قتلة المتظاهرين، ان تحاسب قتلة المتظاهرين، واكدوا انه هاي التظاهرات مستمرة حتى يتم القصاص من قتلة الثوار، وجددوا مطالباتهم بالافراج عن كافة المعتقلين بالسجون ممن تعرض الى دعاوى كيدية او غيرها من التهم الباطلة اللي تهدف الى اسكات صوت الناشطين، وأكدوا مواصلة طريق الثوار حتى إسقاط الأحزاب اللي جلبت الخراب والدمار إلى العراق. خلونا نسمع. يا لو عندكم تعبانين
لا ما نتعب قالوا اسبوع اسبوعين لا ما نتعب لا ما نتعب قالوا شهر لو شهرين لا ما نتعب لا ما نتعب قالوا سنة لو سنتين لا ما نتعب لا ما نتعب سمعهم مو بعالي الصوت لا ما نتعب لا ما نتعب شوفهم مو بعالي الصوت لا ما نتعب لا ما نتعب دول شباب بغداد مو بس بساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد اللي صارت بها التظاهرات لا أهالي محافظات كربلة النجف ديقار البصرة وغيرهم من أخوتنا هناك كانت لهم كلمتهم في أحياء الذكرى الرابعة لثورة تشرين وصارت بها تظاهرات حاشدة واللي كانت بها مطالب ما تختلف عن مطالب متظاهري العاصمة العراقية بغداد ولا عن المطالب اللي انقالت لا العام ولا قبل سنتين ولا قبل ثلاثة ولا أربع سنوات من انطلقة التظاهرات وراح تشوفون هاي التظاهرات اللي طلعت بالمحافظات ذني وقبل نهاية الفيديو راح تسمعون بيان إلى متظاهري البصرة اللي حكوا بيه بنهاية هذا الفيديو خلونا نشوف قوات الشغير منتظرينه جايكم ان شاء الله جايكم هاي المدينة بكل جرح تنزف حمية اثبت على الغيرة صنع الناصرية وما عرفنا خلى يسأل خلى نزفنا الدم الأول اليوم ما بدأناه في الأول من تشرين لعام 2019 النقطة البيضاء في تاريخ العراق التي أريقت من أجلها دماء الشباب وها نحن اليوم نؤكد على مطالب تشرين العظيمة ونؤكد مطالبنا على محاسبة قتلة المتظاهرين وأسقاط الدعاوى الكيدية التي طالت بعض المتظاهرين السلميين والكشف عن مصير المغيبين ونجدد رفضنا لحكومة المحاصصة والفساد الرحمة والخلود لشهداء تشرين عاش العراق عاش العراق هذا كان البيان في مدينة البصرة بمحافظة البصرة أما ثوار الناصرية بمحافظة ديقار كان لهم تواجد بساحة الحبوبي أكدوا ببيان لهم أنه أسباب الثورة بعدها موجودة بداخل المجتمع العراقي بسبب استمرار نهج المحاصصة والفساد ووجود سلاح الميليشيات وسيطرة الفاسدين والفاشلين مثل ما هم وصفوهم على مفاصل ومقاليد الحكم في الدولة خلونا نشوف بيان ثوار ساحة الحبوبي في السنة الرابعة من الثورة المباركة ثورة العراق والعراقيين تشرين الخالدة ممثلة العراقيين الشرفاء التي خرج الشعب فيها ضد الظلم والاستبداد والمحاصصة واحتكار السلطة من قبل العصابات التي هتكت حرمة هذا البلد على مدار 20 عاما ولا زال الشباب المضحي يسعى للخلاص من هذه التهمة الفاسدة رغم وجود المال السياسي لدعم المبتزين والإعلام المغرض والنفعيين والوصوليين الذين أرادوا تشويه هذه الثورة وهم صنيعة لتلك الأحزاب الإجرامية وهم يقينا لا يمتون للأحرار بصلة ومن هنا نجدد ولاءنا للوطن وإخلاصنا بخطى تشرين ونطالب بمحاسبة قتلة
من سفك دماء الشهداء، وكذلك الإفراج عن المغيبين، لا سيما صديقنا سجاد العراقي. ونجدد عهدنا برفض مجالس المحافظات، بؤر الفساد والمفسدين، ونؤكد إنها لا تمت بصلة للأحرار الذين شاركوا ورفضوا منذ منطلق الثورة. وكل من يستخدم هذا الاسم المبارك غاية لوصوله لتلك المجالس العفنة سوف نضع الحجارة في فمه. أكو هذا بيان المحافظ الدقاربي الناصرية بساحة حبوبي، الراية هاي اللي مرسومة بها أيقونة ثورة تشرين الشهيد صفاء السراي رحمة الله عليه تنطبق عليها مقولة البطل الليبي عمر المختار لما اتكلم ويا الضابط الإيطالي، قال له سيكون عمري أطول من عمر قاتلي. الحياة تنتهي بالموت، وأكو ناس ينسون هواية، لكن صفاء ما نسى، بس ما حد يعرف منه اللي أطلق، ما حد راح يعرفه وما حد راح يتذكره، بس راح يتذكرون شغله من يذكرون اسم صفاء السراي، انه اكو اطلاقه غدر انطلقت راح ضحيتها صفاء. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق انا من فيس من منصه اكس علي الوردي يقول 1/10/2019 ذكر انطلاق ثوره تشرين حين قال الشعب كلمته مواجها القنابل الدخانيه ورصاص الميليشيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. تمر اليوم الذكرى الرابعه لانطلاق ثوره تشرين، نؤكد مطالبنا، نريد وطن خالي من الميليشيات والمحاصصه والكشف عن قتله المتظاهرين ومحاسبه عادل عبد المهدي. تعليق اخر من علي الزهيري يقول يتوافد الشباب الغيور الى ارض الاحرار ساحه التحرير ثابتين على العهد بعدنا نريد وطن، حاملين راية الوطن، طامحين بإرجاع الأرض التي سلبت والثروات التي نهبت والدولة التي دمرت، عازمين كسر شوكة الانتهازيين والمتسلقين. الأحرار هدفهم وطن وأحياء العدالة لأرواح الشهداء والقضاء على مظالم الشعب. يوسف سيرجو يقول مرت 4 أعوام وما زالت أعلام السلطة تشويه صورة ثورة تشرين العظيمة من خلال الإعلام، ومن ثم ميدانية بالتصفية للناشطين هاشتاغ نريد وطن. أما محمد يقول يا شعبنا العراقي العظيم، نستذكر معا ذكرى ثورة تشرين السلمية التي شهدتها أرضنا الحبيبة. إن هذه الثورة السلمية الفكرية رمز للإرادة والتضحية من أجل الحرية والعدالة، لنبقى متحدين ومتضامنين من أجل مستقبل أفضل للعراق. وحاط علم العراق هاشتاغ ثورة تشرين هاشتاغ نريد وطن. فكانت هاي تعليقات الناس على منصة إكس حول الذكرى الرابعة لثورة تشرين اللي أحيوها اليوم في سوح التظاهر. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك أستاذ أسن ويحييك، وتحية لكل الثوار والمتظاهرين من أقصى الأحرار إلى أقصى. حياك. ومع الأسف يعني انفلقت ثورة تشرين وأصبحت مجرد ذاكرة أو ذكرى كتعاء لا تؤذي ولا تسمن من جوع. نعم. أبسط مثال، واحدة من قضايا الفساد اللي هي ثورة فساد القضايا المفصولين السياسيين. نعم. قبل حوالي 7 ساعة أو 3 ساعة على قناة العراقية الرسمية الرئيسة تمثل إعلام الدولة طلع مدير عام دائرة الفصل السياسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. نعم. السيد رسول عبد علي حويل. نعم. وطلع كأنما هو الحمل الوديع وإحنا نبسط المعاملات، والمعاملة اللي تبين راجلها سنة نخليها بخمس أيام. أنا أحكي لك إن الناس واتصلت كنسلوني. قبل 5 أيام تلقى معاملتك بالنجف واصلة للمحافظة مع التعويض لمدة 7 سنوات كتعويضات مالية. نعم. أقسم بذات الله يوم 10/2022. نعم. في شو كنت رجعت المعاملة؟ نعم. 10/9/2023 يعني بعد شهر.
والجعائب والانتفاع الحاكم اليها. لقدمنا كل الدلائل منظمة إدارة الخدمة العسكرية وتصويت تاريخ البشر قصدنا على سجل هذول وكلاواتهم ناس شذابين. هذا لا يفيدني أمر أصلح ولا أحد. سحل بالشوارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا لك. بكل تأكيد لأن الشعب ناقم على هاي الحكومات اللي ما حصل منها شيء، هاي الحكومات اللي ما قدمت للشعب العراقي غير الضيم، غير التعب، غير المصايب، غير أسوأ شيء في كل شيء. ساحة التحرير في بغداد شهدت ترديد هتافات ضد الأحزاب الفاسدة مناهضة لهم ولحكومة الإطار التنسيقي ولحكومة الإطار التنسيقي الموالية لإيران خلال أحيائهم الذكرى الرابعة لثورة تشرين. خلونا نسمع اللي رددوا. سودانية عار عند والإطار، 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 سودانية عار عند والإطار. هذول شبابنا الأحرار. على ابو الخضراء يا بن بيها شلع خلع، عن على ابو الخضراء يا بن بيها شلع. الشعب يريد الصوت النظام، 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 الشعب يريد الصوت النظام. ما بيها شعار جديد، ديالوجين على ابو ايران لابو امريكا، قالوها بال 2019، بس اللي زادولها زادولها الاطار ومحمد الشيعي السوداني. بس تعرفون ايش ذكرتني هاي؟ ذكرتني كتاب عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقيه في الحكم الملكي، لما راد العراقي وقع ويا بريطانيا معاهده بورتسموث سيئه الصيت، وطلع الشعب العراقي بالليل ويردد شعار ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجيه، رئيس الوزراء نور السعيد، وزير الخارجية صالح جبر. فكان شعارهم نور سعيد القندرة وصالح جبر قيطانة، هذا الشعار الشهير اللي قالوه. فنور سعيد سأل قال لهم ايش بيهم، ليش دا يتظاهرون، ليش دا يحكون علي، ليش دا يغلطون علي؟ قالوا لا ما يردون المعاهدة. طلع بالتلفزيون قال نلغي المعاهدة. طلعوا الشعب العراقي نفسهم اللي قبل بليلة سبوه وقالوا له نور سعيد شدة ورد وصالح جبر ريحانة، والجماعة يسمعون بهالمسبات وتطب منا وتطلع منا. أدري ما يريدوكم، كافي انطوها. هاي التظاهرات بما أنه سبوا الإطار سبوا الميليشيات مثل سابقاتها ما سلمت من الاستفزازات الحكومية للمتظاهرين، ولازم القوات الأمنية لها بصمتها الاعتيادية. يعني شلون تصير تظاهرات وهم ما موجودين؟ لا ما يصير. فش سووا؟ فرقوا المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حتى يجبروهم على فض تظاهرات الذكرى الرابعة لثورة تشرين. بس أوصيهم منتسبين بالقوات الأمنية، عليكم الله لا تستخدمون قنابل المسيلة للدموع مثل ما استخدمتوها بال 2019 وحصدت ما حصدت من الأرواح. خلونا نشوف. رقم ساحة التحرير. Thank you.
الاهلي. سجاد قم انضرب انضرب هذه انضرب انضرب تحت بالله 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 شوف والله بس وخر انضرب براسه يا ولد تصوبوا ناس واحد اسمه سجاد قال له قوم بس اريد اسال سؤال التظاهره كانت مسلميه تهدد الامن الوطني الامن القومي تهدد امن العاصمه صار بها سرقات وقتل صار بها سيطره على مؤسسات حكوميه لو لانه سبوا الاطار او حكوا على الاطار السوداني شنو اللي صار وتعاملتوا وياهم بهاي الصوره شنو اللي صار وكان التعامل من القوات الامنيه وخلال سنوات اي تظاهره تصير بالعراق تعامل القوات الامنيه هو واحد القمع المفرط لهم ناس لما شافت علقت على منصة اكس رشا الجنابي تقول قدرتكم على المتظاهرين يا ميليشيا حكومة لينا البياتي تقول الحكومة الإطارية تخاف حتى من تظاهرة سلمية تذكارية لثورة عرت نظامهم السياسي قبل 4 سنوات لذلك تقمع أو تقمع أي تظاهرة باسم تشرين سلاحهم العام العراقي أو العلم العراقي فقط وتمارا الخزرجي تقول حكومة السوداني ما تفرق شيء عن حكومة العبادي أو ما تفرق شيء عن حكومة العبادي لما قمعت المتظاهرين بثورة المي بالبصرة ولا تفرق شيء عن حكومة عادل عبد القناص لما قتلت فوق 1000 شخص بثورة تشرين أما سلسبيل تقول أنفاس نور المالكي حاضرة بكل قمع للتظاهرات يعني بتحاول تستذكر اللي صار في ساحات العز والكرامة في المحافظات الست المنتفضة و قمع نور المالكي لهم وبعد ذلك حيدر العبادي وراها عادل عبد المهدي واذا تلاحظون شكوا حكومه جتي الناس الظاهره ضدها وينقمعون وينكتلون ويتصوبون واكو ناس يتعوقون لانهم ما راضين على هاي الحكومه ويطلعوننا سياسيين نحن اناس اتينا اليكم بصناديق الاقتراع ونحن منتخبون ولدينا شرعيه لعذول بده يظهرون عليكم من وين من الهند محمد من امريكا حياك الله السلام عليكم اخوي الساده احييك وحيا قناه الرافدين حياك الله اخوي هذا العزيز هم الاطار الايراني الارهابي ذولا خنازير السلطه قسما بالله قالوا يشتغلوا صالح ايران ايوه قسما بالله هم يخافون من خيالهم من خيالهم يخافون هم جبناه قاتل بالخضره وهذا الجيش الصفوي الايراني يضرب المتظاهرين قسما بالله ذولا المتظاهرين اشرف من كل جندي يحمي ذولا العصابات الحشد وغير الحشد ذولا الميليشيات والعراق قسما بالله والشرطه هم ترى يحمون الاحزاب القذره هاي جماعه الاطار وغير الاطار انا ما اكو جيش لا تقول جيش وشرطه قسما بالله انا كلها تابعه للاحزاب هاي جماعه بدر وغير بدر الميليشيات جيش المهدي وغير المهدي قسما بالله هذول دمروا العراق طلعوا مخدرات وتهريب تدمير العراق لا زراعه لا صناعه لا صحه عمي لا لقاكم هي مو صوتكم صدقكم جابوكم على الدبابات ذول الحزالم مثلكم حزالم جابوكم قسما بالله استاذ اسد عندي ملاحظه تساعد بالكربلاء والنجف هذا لابس قناع هذا ليس السيستاني والله العظيم هذا مو السيستاني هذا واحد لابس قناع ايراني قسما بالله ايراني خلي يروحوا له يشيلوا القناع من راسه من وجهه على اساس هذا السيستاني هذا مو السيستاني هذا واحد ايراني من حرس الثوري الايراني والله العظيم شايف هذا الفيلم مال خالتي نوسه هو نفس الحاله تحياتي لك شكرا شكرا لك أخي محمد اشتكى احد الناشطين من محافظه النجف من الاثار المدمره لعمليات حرق النفايات اللي صار لها اكثر من حلقه تطلع ويانا ببرنامج صوتكم وين تصير حرق النفايات بمواقع اسمها مواقع التمر الصحي مثلا بناحيه عباسيه بقضاء الكوفه بمحافظه النجف يقول انه النفايات ترمى وتحرق ليلا حتى يغطي الدخان سماء هاي المنطقه بالكامل ما يؤدي إلى انبعاث أبخرة سامة وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي خصوصاً عند كبار السن إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة في الناحية خلونا نشوف عمليات الحرق ماكو حسيب رقيب هسه هاي الساعة 3 الصبح
هذا انا يعني بناحيه العباسيه اطراف قضاء الكوفه. شوفوا 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 شلون صار. شوفوا شوفوا هاي النفايات صار لها ايام محترقه. شوف 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 النفايات هنا تنجمع وتحترق. الناس نايمه بامان الله. شوف 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 العباسيه عباره عن دخان. شوفوا شوفوا الغيمه السوداء. الناس هسه نايمه مشغله تباريتها وما تدري ومشغله مروحه. الايام شويه جو بارد قاعد يطب الاجهزه التنفسيه مالتها الخشمه والحلقه الطفل والكبير والمريض. وهاي الناس هسه ماتت غير الامراض السرطانيه. شوف الكارثه يجمعون النفايات هنا ويحرقوها بالليل. شوف الكارثه يا ربي. بيئه دوله محافظ مسؤوليه. شوف 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 شوفوا 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 الكارثه. شوف المصيبه صديق كذي عمو والله مدفون العباسيه. والله جيت بثلاثة الصبح. شوفوا شوفوا الغيمه. شوفوا مدير ناحيه قام مقام المسؤوليه. عمو والله كارثه. هاي الناس ماتت 150 الف نسمه بناحيه العباسيه اندفنت. شوف المصيبه. شوف اندبنا صالها ايام لا حسيب ولا رقيب. هاي النفايات هنا يجمعوها ويحرقوها بالليل. والله صالها اكثر من اسبوع على هذا الموضوع. لندن بانجلترا يسموها مدينة الضباب. احنا عندنا مدن اسمها مدن الدخان، بس يا دخان دخان مال زبالة. ده تلاحظون انه احنا الاسماء اللي موجودة عندنا اسوأ مدينة للعيش، اسوأ جواز سفر، اسوأ نظام حكومي، أسوأ صحة بالعالم، أسوأ مستشفيات، أسوأ نظام تعليمي، أسوأ مدارس، أسوأ 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 أسوأ، كل شيء عندنا أسوأ. أعطوني شيء جيد لحد الآن. أنا أقول لكم شنو الجيد. الجيد مو بالنسبة لنا، بالنسبة لهم اللي قاعدين يحكمون. عندهم أرصدة بالبنوك ملايين دزيد من الخمط والبوك. طبعاً مو بس حرق النفايات هو اللي سبب ازدياد بنسبة التعرض لأمراض السرطان، لا، عدد من المراقبين الصحيين قالوا أن الإصابات بالسرطان بمحافظة البصرة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق جدا، ويجب على الحكومة أن تتدخل حاليا. ذول المراقبين الصحيين يقولون أن الإصابات ذني، إذا نريد إحنا نعالجها لازم نعالج هواية من الأمور. ذول المراقبين الصحيين يقولون أنه اللي يصير بالبصرة هو حرق للغاز المصاحب لاستخراج النفط في محافظة البصرة، بدل ما احنا نستغل هذا الغاز حتى نورده الى محطات توليد الطاقة الكهربائية اللي هن محطات غازية، بدل ما احنا نستورد غاز من ايران دولار ونطي فلوس الى دولة ثانية ونطيهم عملة صعبة حتى هم يواجهون الحصار اللي صاير عليهم واحنا عندنا غاز نحرقه، لا، احنا شو نسوي؟ احنا ما نستفاد منه، احنا نحرقه بالجو، هذا يطلع دخان، روائح كريهه واصابه بالامراض. خلونا نشوف. من قضاء القرنه من الشرش منطقه الشاهين، منطقه السرطان والمرض والفشل الكلوي والسرطان القتل الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحدث لي عن هاي المنطقه، شنو بيها بالضبط؟ وبعد قلت على المتر. حدثنا على المتر، هاي فيتا موجود. المتر ايش قد بيه مضروب؟ إذا أقول لك يمكن المتر قليل. ليش؟ لأن يومية جاي تطلع عندي إصابة. يومية تطلع. هاي وراك، هاي وراك. هسه هذا البيت بي. هذا البيت بي. الورابي. إيه. ورابية عمي بي ثلاث نفرات. هاي والدتي توفت. يعني شو تسمي المنطقة؟ منكوبة بالسرطان؟ والله المنكوبة قليل. لو مضروبة بالسرطان. لا لا منكوبة قليل. مضروبة بالسرطان. منتهية المنطقة منتهية. أنا زوجتي أنا. زوجتي. زوجتي مصاب. جيرانك هيك عمك. جيراني هم قرايبي هم يعني. أستاذ العزيز. والدتي مضروبه. والدتك شنو بيها؟ سرطان، ضربه سرطان توفى. عينك هالكاميرا. عندي ابن عمتي مضروب. ايه. عندي بنت عمي مضروبه. ايه. عندي ابن عمي انتهى مات، عمي مات. شنو هاي؟ والله العظيم قسما بالله مضروبه سرطان. لا لا هي منطقه حتى حيطان. اقول لك منطقه منكوب فوق المنكوبه يعني سرطان. سرطان كله سرطان. الله شاهد. تلوث. تلوث ما اعرف هذا التلوث هذا هذا الغاز. شعلات. شعلات. شعلات والحكومه تدري. شو طالب نطالب احنا اول شيء مستشفى. تريد مستشفى. الارض مالته موجوده راح نصورها. موجوده رقم واحد نريد فلاتر لهذا الدخان اللي جاي يطير. فلاتر رحم الله والديك يحولونه الى غاز. اي كافي كافي
كافي يعني تدشوني الشعب. يعني المعافاة تنقلب غاز. رحم الله والديك. هاي بسبب السرطان. علاجات مسؤول زارتكم؟ وينكم؟ لا مسؤول. عوضوكم؟ ماكو. قالوا هن السرطان راح يعطون فلوس واعراضي؟ لا كل شيء ما حصل. لحد الان كل شيء ما. لا لحد الان ما حصلنا اي شيء. طلبك بمستشفى صحيح 100%، بس طلبك بفلاتر تعالج لك الدخان اللي دايم من حرق الغاز هذا الغلط. انا راح اصلح لك يا اخويا المواطن اللي حكيت بهذا الفيديو اللي عندك والدتك او ابن عمك او غيره. من المفترض ان الشعلات تنطفي ويتم الاستفاده من الغاز الطبيعي اللي دا يستخرج ويا النفط، لانه هذا الغاز يا حبيب قلبي اذا جبنا مكاين له وحولناه الى محطات توليد الطاقه الكهربائيه وشغلناهم كلهن راح ترجع الكهرباء تعيش، لانه غازك انت ما راح تعطي فلوس لنفسك قابل تشتري متر الغاز من روحك لو من قاعك لمن تعطي الفلوس، فراح تولد طاقه كهربائيه تقدر تستفاد من عندها. فهم انا حليت ازمه الكهرباء، وهم انا حليت ازمه الغاز، وهم انا حليت ازمه الشعلات، وهم انا حليت ازمه التلوث، والمستشفى مجبورة الحكومة ورا سببته أنه قدم لهم تعويض. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك محمد ضياء الموسوي: كارثة أنواع الأمراض هاي وتلوث الهواء. أحمد أياد: والله البصرة تمر بكارثة سرطانية مخيفة وكلنا منتظرين يوصلنا السرة، كل يوم أكو تحديثات لإصابات جديدة. مرتضى نعيم: الله شاهد، الديوانية عبارة عن طمر صحي، اختنقت الناس كلها. ووليد عبد راهل الحمداني: شنو هاي؟ وين دور المحافظ؟ وين دور البلدية؟ وين دور البيئة؟ كلهم ما يدورون. معقولة هيج صنطة صايرة بالمدينة حاليا؟ فكانت هاي تعليقات الناس على منصة فيسبوك حول تفاقم أزمة التلوث البيئي. أبو علي من بغداد حياك الله. الله يسعدك أستاذ أحمد. ويسعدك أخوي. شلونك حبيبي؟ هلا بيك أستاذ العزيز. بالنسبة لتشرين باعوه هذول النشباء، عفوا الاساتذه اليوم واحد ناشط بالمظاهرات ما كلهم انهزموا، خلوها ولد الخايبه والله العظيم، باعوا المظاهرات وراحوا انهزموا وطلعوا لي بس بالفضائيات خاصين العالم ويحكون وهسه ماكو تينك واحد اليوم ماكو. نعم زين. وهاي الفيديوهات اذا تطلع الى ناشطين بساحة حبوبي وبكربلة وبالبصرة وبساحة كذابين أنا اليوم حاضر أنا هناك، أنا شفت المريت من هناك وشفت الوضعية قمت أضحك والله العظيم، فالناس دجالين منافقين والله العظيم وكذابين. بس لحظة أبو علاوي، مو احنا طلعنا فيديوهات، إذن الفيديوهات كذب يعني؟ ماكو، أنا مو اليوم شفت ماكو لا واحد مهزومين ذول اللي يطلعون هذا بالبغدادية وغيره خاص العالم ولا بس ربطة ولا وين تلعبت بقلبي ما تستحون ما عيب عليكم. زين انت تدري القوات الامنيه قمعتهم لو ما تدري اخوي العزيز بساحه التحرير تحديدا شو صارفه؟ تدري انه القوات الامنيه قمعتهم بساحه التحرير لو لا؟ عزيز قبل ما يطلعوا ما نسيت هيك تعرف والله سدى انا شاهد عيان مثل ما يقول. تمام. شفنا الوضعيه كم واحد جاي ذول جهال اطفال وذول الكبار ولا واحد ذول اللي يطلعون بالفضائيات ولا بشر. تمام يلا شايفيكي؟ تمام أشكرك. حبيبي أبو علي. إلى متظاهرين العاصمة العراقية بغداد وناشطي العاصمة العراقية بغداد اللي طلعنا صوركم في ساحة التحرير أو طلعنا فيديوهاتكم وبياناتكم. أبو علي يقول أنتم ما طلعتوا، هاي الأشياء كذب وما موجود بيكم، إجا كم واحد من الناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع، أنتم بالتهم بس بالفضائيات. فأنا أنقل اتهام أبو علي لكم مباشرة، أنتم ردوا عليه بطريقتكم الخاصة. أحد المواطنين ينتقد الفوضى بمطار النجف لأنه أكو هواية من الشبابيك لختم الجوازات، يعني ضباط الجوازات لما تسافر وطب اللي هي البوردينج، لكن بعد أكو شيء مصيبة أنه أكو عدد قليل من الموظفين ويكدسون المسافرين الواصلين بمسارات محددة وضيقة، هذا اللي يجبر المسافر أن ينتظر لمسافات طويلة جدا ولساعات حتى يقدر يختم الجواز ديفوت إلى المطار. خلونا أما السامي مطار النجف، هاي الكابينات فارة، هاي باع العالم، يعني ما أدري مو مطار والله ما أعرف، يعني هاي السيشن إذا نحن رح نبقى واقفين ساعة ساعتين دار ننتظر بس دار يختمونا دخولية، وهي وضع هذا بالله، هاي الكابينات فارغة ما كحد بيها. أما بالمقطع الجاي أطالب شركة وارنر بروس للإنتاج التلفزيوني في هوليوود
وأيضا المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ أنه يتابع هذا المقطع حبيب قلبي، لأنه راح أعطيك قصة إلى فيلم هوليوودي محترم. نحن راح نحكي عن فوضى المطارات بالعراق، مختلفة متنوعة، لكن اللي صار بمطار البصرة فيلم هندي، واقعة جديدة ما حد شايفها وأول مرة نشوفها وتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع مصور يطلعون به مجموعة يقتحمون مطار البصرة، ذول المجموعة شنو؟ مسلحين بكل تأكيد، ما حد عرف هوية ذول المجموعة منو، ما حد عرف هذول المجموعة ينتمون إلى أي جهة، ما حد عرف منو اللي يدعمهم ومنو يمثلون. عندهم سيارات سودة دفع رباعي، جيبات، تاهوات وغيرها. طبعا ورا ما انتشر الفيديو سلطة الطيران المدني رأسا طلعت بيان ونفت الحادث، لكن هواية من المصادر المطلعة أكدت الحادث وقالت الموضوع ما بي أنه أحد المحامين تم توكيله بقضية لموظف يشتغل بشركة شارتر لاتا اللبنانية لخدمات النقل الجوي. الشركة أنهت خدمات هذا الموظف لرفض تقديم حسابات وهمية بنسب صفرية إلى سلطة الطيران المدني، وأضافت أنه موكل المحامي كان يشتغل بشركة لاتا وتم إنهاء خدماته بتموز الماضي بذريعة إفشاء أسرار الشركة، وأنه أصل القضية يعود إلى تقديم الشركة تصاريح خاطئة إلى سلطة الطيران المدني تضمنت أرباح بنسبة صفر إلى سلطة الطيران المدني. هذا الشيء اللي اعترض عليه الموظف كون هذه النسبة خاطئة وأنه أرباح الشركة خيالية. المصادر قالت وتابعت أنه نتيجة هذا الرفض مدير الشركة اللبنانية اللي هو أيضاً لبناني الجنسية أنهى خدمات الموظف اللي كان يشتغل بمنصب مدير العلاقات العامة بشركة لاتا بالعراق بدعي إفشاء أسرار الشغل. ولفتت الانتباه أنه المدير ثاني يوم من إنهاء خدمات هذا الموظف اتصل بجماعة مسلحة خدمه خدمة زينة وجوي بسيارتين من نوع تاهو سودة وطبوا وياها كم سيارة ثانية نوع هونداي ستاركس وطبوا إلى مطار البصرة ملثمين مسلحين. شي يسوون؟ دا يدورون على مدير العلاقات الخارجية بداخل المطار. تعالوا نشوف هذا الفيلم. هذا مو فيلم سيلفستر ستالون ذا اكسباندبل 4 ولا فيلم توم كروز المهمة المستحيلة الجزء الخامس، لا هذا الفيلم اللي تشوفوه هذا انتاج عراقي 100%. مدير شركة لبنانية وهو لبناني الجنسية دا يدور على موظف، الموظف وقال قال اني ما اريد اكذب كل اللي سواه صار هذا يفشي اسرار العمل وغيره، اني ما لي علاقة، انت انهيت خدماته وعندك طرق قانونية للاقتصاص من اي واحد، عندك شكوى روح اشتكي بالقضاء، بس اللي صار وراها هاي العملية اللي صارت صحيحة سلموني على سلطة الطيران المدني. شو احنا بالزيارة يجون ايرانيين اثنين يضربون موظفة لانه قالتهم لا تصورون، اللبناني واحد مضوجة يدس سيارات رباعية ومجموعة مسلحة حتى يدورون لهم على موظف، زين العراقي بالعراق شنو إلى دور؟ العراقي يتختل يدور كهوف ويعيش بيها لأنه يخاف؟ سلمولي على السيادة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك علي العقيل يقول دولة تايهة مع شديد الأسف،
وعلي عماد يقول محافظة البصرة ساقطة بيد عصابات والميليشيات. زين المحافظ شنو شغله والأجهزة الأمنية شنو دورها؟ حيل حيل مهزلة الوضع بالبلد. وأحمد العبيدي وين الجديد بالموضوع؟ هو العراق صار 20 سنة تحكم دولة العصابات والمافيات، يعني هذا الأمر طبيعي. أما مؤيد جواد يقول تشا وين أمن المطار؟ وين الأمن الوطني؟ وين المخابرات؟ لو بس عليه والله ذولا المفروض كلهم أسحلهم وأطببهم بالقضاء وأسألهم أنتم شنو شغلكم؟ شنو اللي أديتوه؟ شنو اللي قدمتوه؟ لأنه أمن المطار والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات وسلطة الطيران ومنتسبي حماية المنشآت ذولا كل ياتهم أقدر أحكي عليهم بهذا الموضوع. سلطنا قسم التواصل الاجتماعي قناة الرافدين الضوء على الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة تشرين اللي تمثل مشروع خلاص وطني وخارطة طريق لنيل الحرية، وكانت أبرز مطالبها إسقاط نظام المحاصصة الطائفية وإزاحة الأحزاب بهذا الإنفوغرافيك. خلونا نشوفه. سنجدد ونؤكد العهد في يوم 1/10/2023 وندعو أبناء الشعب العراقي للنزول معنا في اليوم المذكور أعلاه في ساحة التحرير لإدامة استمرارية الثورة وعلى نقص الأهداف التي استشهد من أجلها الشهداء. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوغرافيك. مشاهدينا الكرام، بالنسبه الى رسائل الواتساب البارحه انا وعدت انه ارجع اعيدها لان البارحه ما قدرت اقراها. عندنا رساله من الست خالده صادق حسين السامراء تقول اتمنى من قناتكم الموقره اعاده قراءه رسالتي وذكر اسم زوجي الشهيد عبد الرسول صالح مهدي الذي قتل على يد الامريكان وهو واقف امام بنايته في شارع البنك وتوفاه الله بعد اصابته بثلاث اطلاقات من قناص امريكي. ارجو ان يصل صوتي لكل شريف في الدوله ويقف الى جانبي ويعوضني الحكومه وابنائي عن محلاتنا المغلقه منذ تفجير الامامين. يكفي ظلم للشعب عانى منكم معاناه. ايران وامريكا الشيطان الاكبر اخذوا مني زوجي ومالي، حسبي الله ونعم الوكيل. ارجو ان تكون قضيتي قضيه راي عام لكي ينظر فيها من هو مسؤول عن رعيته ووصل الى المناصب يجب ان يكون اهلا لها. تحياتي لقناتكم الموقره، راجيه منكم ان تنظروا لي بعين الرحمه التي غابت عني وعن اولادي طوال 20 سنه، ولكم منا كل الاحترام والتقدير، زوجة الشهيد عبد الرسول صالح مهدي. رسالة أخرى تقول دعونا نحلم بعض الشيء لأن هذا اليوم قادم لا محالة. تحية اعتزاز وإكبار لضحايا تشرين العظيمة والذكر الطيب الدائم والخالد لشهداء حركة التحرر الوطني في العراق والعالم. السلام عليكم. لن يتعافى العراق من الأنجاس الإيرانيين ولن
من الأنجاس الإيرانيين أكو كلمة ما قدرت أقرأها، لأن الخميني هو من أجندة اليهود لتخريب وتدليل وإبادة الشعب العربي المسلم بأجناسه. حسبي الله ونعم الوكيل، أناشد الشعب العراقي بأجناسه والتكاتف يد بيد ضد النظام الإيراني الغاشم الظالم المدعوم يهوديا. وعندي رسالة وصلتني الآن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إعزاز وتقدير لقناة الرافدين على ما تقدمه. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا برنامج صوتكم لهذا المساء، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد من كل يوم باكر بإذن الله. انتظرونا، في أمان الله.